مقابلة الربع ستكون مقابلة صعبة صعبة من جميع النواحي، لأنه المنتخبات أو اللقاءات اللي كتجمع دائما يعني المنتخب المصري الجزائري ولا حتى التونسي أو المغربي دائما كتكون صعبة، لأنه تعتبر إحنا ديربيات يعني شمال إفريقيا، وإحنا نتوقع مقابلة صعبة. نحن هنا كيف ما قلت للاستفادة وللتعلم، ولا ما كانش مقابلات يعني في المستوى الكبير ويكون فيها يعني واحد الندية وواحد المستوى من التباري، فما تتكونش فيها استفادة تقنية لا لينا حنايا ولا الجانب يعني الآخر. اللي مهم هو اننا نحضروا المقابلة بشكل جيد، وحنا غنشوفوا المجريات ديال المقابلة اشنو غادي تعطينا.